خلاص بقى يا محمود، ما كانوش كلمتين. حقك عليا. صحيح فكرتني اكلم امي لحسن تزعل. بقول لك ايه، انا هكلمها واديك التليفون بس مش هوصيك، انا عايزك تظبطني. اي خلافات ما بيننا مش معناها انك تقل اصلك معايا، لا ده انا حبيبك دلوقتي. انا اوعى دلوقتي حبيبك، ما انت عارف انك مهما تليلت وعملت لازم اقول لها كلام عدل عشان صحتها. ما انا عارف، بس انا عايزك تظبطني. هظبطك اوعى. طب بص، انا عايزك تقفور. هقفور امك نفسها. انا عايز شعر. هشعر. تعالى يلا. ايه يا ست الكل، افهم من سكاتك بقى انك مش مصدقاني. لا ده انا كده هزعل بجد. امال لما كنتش حلفتلك على المصحف؟ وهو انا كنت شفت المصحف اللي انت حلفت عليه؟ في دي عندك حق، هبقى اصور نفسي وانا حطت ايدي عليه وابعتلك الصورة. يا خفيف، وانا اضمن منين انك انت حاطط ايدك ساعتها على المصحف؟ اسمع اما اقولك، انا هجيب لك موبايل عدل عشان تكلمني بيه في الفيديو. وعلى ايه المصاريف دي كلها يا ام؟ خدي محمود اهو اسأليه بنفسك. خدي يا محمود، الحاجة مش مصدقاني. ايه يا بطل؟ وحشتيني. بقالك ساعة يا اما بتقرري في الواد، ما تسيبيه يشوف مصلحته بنفسه. هو انا كنت خدت رأيك انت؟ بقولك ايه يا واد يا محمود، الواد احمد لما كان بيحلف من شوية انه هيسيب السياسة وينتبه لدراسته كان حاطط ايده على مصحف صحيح؟ معرفش، انا كنت في الحمام. حبكت يعني تخش الحمام دلوقتي؟ وايه اللي حبكت يا اما، هي دي فيها حبكت؟ طب بقولك ايه، هاته قدامك دلوقتي وخليه يحط ايده على المصحف ويحلف عشان تبقى انت اللي شاهد. نزل نزل يجيب لنا عيش، البيت ما فيهوش رغيف. بجد ولا بتكدب عليا؟ بكدب عليك ليه بس ياما؟ بصي انا عايز اقولها لك بقى، بيني وبينك اهو احمد مش موجود. احمد خلاص قرر يركز في دراسته عشان ما حدش ياذيه. طب اقول لك، انا بقى هقول لك على خبر، بس اوعي تجيبي سيره لابويا، خبر هيعجبك قوي ياما. ايه قول يا رب خير. احمد اتخانق هو والجماعه بتوع المعارضه اللي معاه في الكليه، اكتشف ان هم عايزين يخرجوا ووقفوا الدراسه. قال لهم لا لا نعترض، قلنا ما نخرب لا. بجد يا فرج الله. وهقول لك على خبر، انا عارف انك حطيتي من الفرحه لما تسمعيه، احتمال يعني ما اعرفش، انا قلبي حاسس انه احتمال ينضم للحزب الوطني عشان يصلح من الداخل. معقوله؟ انا مش مصدقه نفسي. ايوه كده، خليه يلعب في المضمون، ان شاء الله ربنا هيرزقك من وسع وهيكرمك اخر كرم. خلاص بقى ياما، كفايه رغي، بقي وجعني من الكلام. يا غتيت، انا عارفه انك هتقول كده، بس بردك مش خساره فيك الدعوتين دول، وليك زيهم في الفجر ان شاء الله. اطمن يا حبيبي، ان شاء الله هتستلم شغلك وهتبقى فل الفل وهتفرح اخر فرح. ربنا يخليكي لينا يا بطل. خدي بالك من نفسك ياما، مش هوصيك. ما تجيبيش سيره لابويا بقى عشان ما يسمعش احمد كلمتين، وانت فاهمه بقى. لا ولا كلمه خالص، ابوك بعيد عني مش سامعني. اما اوعي تخرني وتقولي حاجه لابويا. لا ما تقلقش خالص، هو جوه ومش سامعني. بقول لك ايه، خلي بالك من احمد، ده اخوك الصغير، انتوا مالكوش الا بعض. في عينيا يا اما، احمد في عينيا.